صباح المدارس، صباح المدارس. بسم الله الرحمن الرحيم. أسيد الناظر، أساتذة الكرام، زملاء الطلبة، تسمعوا لي أن القيادة الكريمة يا مدرستي يا مدرس يا قرة عيني فيها العلم والأدب والأخلاق العالية، فالإسناد الجدري بالإسناد المائية، فهي سلطانة، فهي العلومية. في صباح المدارس اليوم معانا الموهبة الغلا بنت عبد الله السنيدية من مدرسة سيح سندة للتعليم الأساسي. الغلا طبعا صف الثالث الأساسي، وهي موهوبة في ركوب الخيل وموهوبة أيضا في الإلقاء. الغلا ماما صباح الخير. صباح النور السرور. كيفك حبيبتي؟ الحمد لله طيبة. كيف الصباح عندك؟ زين الحمد لله. إن شاء الله دايما زينة يا الغلا. الغلا اسمك وايد حلو. أشكر حبيبتي. الله يسلمك يا ماما، الله يسلمك. الغلا أنت موهوبة في بركوب الخيل، وتعرفين تركبين الخيل. من متى وانت تركبين الخيل الغلا؟ من عمري سنة ونص. من سنة ونص. من كان يركبك في الخيل وعمرك سنة ونص؟ أبي. والدك يركبك الخيل، ما يخاف؟ ما يخاف عليك؟ لا ما يخاف الحمد لله. كان يعودك يعني على ركوب الخيل. تحبين الخيل الغلا؟ نعم الحمد لله. الحين طبعا تركبين الخيل كذا بروحك بدون مساعدات؟ نعم. ايش من الخيول عندك الغلا؟ عندنا ثلاث خيول. اها، اللي هم ايش اساميهم؟ الفلا يومن وروز. مين تحبين أكثر من هاي الثلاث خيول للغلا؟ الفلا. ليش؟ شمعنا؟ أها؟ على وزن الغلا. على وزن الغلا صح؟ إنزين شاركتي في نادي الأصايل أنتي الغلا؟ أربع سنوات شارك. أيوة، كيف طبيعة مشاركتك؟ إيش تسوين معاهم؟ كل صيف أتدرب. تتدربين؟ زين الغلا أنت لمدة شهر. لمدة شهر؟ في الصيف يعني؟ نعم. زين الغلا حبيبتي، أنت الحين تنصحين الصغار مثلك، تنصحينهم بركوب الخيل؟ أيوة وايد. يعني تحسين الخيل ما مخيف ركوب الخيل؟ أيوة. ما مخيف؟ أيوة. يتطلب يعني شجاعة؟ يعني معناته أنت شجاعة؟ أيوة شجاعة. من يوم صغير. إن شاء الله شجاعة على طول يا الغلا. الغلا ماما أيضا، إيش حلمك لما تكونين كبيرة؟ فارسة مثلا؟ مدرسة. مديرة مدرسة، يعني معناته انك تكونين معلمة، ما راح تصيرين مديرة الا اذا كنتي معلمة قبل، صح؟ معلمة اللغة العربية. تحبين اللغة العربية؟ ايوة. وعندك امنية تكونين معلمة لغة عربية، ليش؟ أيوة. تحبين اللغة العربية يا الغلا؟ هالغلا ماما تعلم الشعر. عشان اللغة العربية لغة الشعر، وهي أيضا لغة القرآن الكريم، أيضا اللغة العربية. وبعد اللغة العربية نعم. تحلمين تكونين مديرة مدرسة، صح؟ نعم. ها؟ نعم. إن شاء الله. إن شاء الله بحول الله، بحول الله يا الغلا. نسمع يا الغلا شعر منك، تحبين أيضا نعم. الشعر، صح؟ من يدربك على الإلقاء؟ أبوي. أبوك يدربك على الإلقاء؟ نعم. أبوك يحب الشعر؟ نعم. يلا حبيبتي أيوة نسمع منك يا الغلا، نسمع. معي قصيدة وطنية. يلا حبيبتي نسمع القصيدة الوطنية. عنوان القصيدة شمس الحضارة. شمس الحضارة أشرقت، وجهها عمان تزخرفت. قابوس قابوس طلع بنوره،
قمر المدائن والغرى عم البلاد بخيره في كل واد والربا، والشعب يزهو يرتدي ثوب الزرع والغلف غنى، والشجر لبس المسرة وانشرح. كل الطيور تراقصت حتى الزهور تفتحت، نشوانة بغدومه وعمان في عرس بيت، فتزينت وتبهرجت حتى الصخور تكلمت. الله أكبر الله أكبر، جاءنا قابوس يبني أمة، قابوس ينشأ دولة، قابوس سطر مجدنا، يسمو بنا نأوى العلا ويعيد ماضي عزنا بين الأمم، ونظل دنا فوق الذرى فوق الغمم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عمان تظل دائما فوق الذرى وفوق القمم يا الغلا إن شاء الله. تفضلي حبيبتي، إيش حابة تقولي؟ ممكن أوجه لكم كلمة شكر؟ تفضلي يا ماما تفضلي. أشكر غنات الشباب، أشكر غنات الشباب على استضافتي، وأشكر أبي وأمي ومديرتي الأستاذ أمين الراسبية وجميع معلمات مدرسة سيئة السندة في التعليم الأساسي على تشجيعهم لي. أيوة الغلا خلاص؟ نعم. إن شاء الله. نعم شكرا يا ماما، شكرا حبيبتي الغلا، شكرا للأخت نايلة، شكرا جزيلا لك، شكرا، وإن شاء الله شكرك واصل، وإن شاء الله نشوفك معلمة ونشوفك مديرة إن شاء الله. الله يسلمك الغلا، شكرا جزيلا للطالبة الغلا بنت عبد الله السندية من مدرسة سيح سندة للتعليم الأساسي بجعلان. الغلا طالبة في الصف الثالث الأساسي، تحب ركوب الخيل وتركب الخيل من عمرها سنة ونص، وإلى الآن هي تركب بالخيل وتحب الخيل بشكل كبير، وتحب أيضا الشعر. كل الشكر أيضا للأستاذة إيمان السنادية اللي تواصلت معانا في صباح الشباب أمس واتصلنا فيها وأخذنا الغلا، كل الشكر لها. وكل الشكر أيضا لكم وكل من أرسل، إن شاء الله رح ناخذهم تباعا في الأسابيع القادمة. وأيضا كل معلم أو مدير مدرسة أو تربوي عنده موهبة، ما عليه إلا أنه يتواصل معنا على 90 45 6، وإن شاء الله كل هذه المواهب ستجد في صباح المدارس ستجد فرصتها. فاصل إعلاني وبعدها إلى محطتنا اليومية المعتادة درب السلامة.